من قلوبهم حمية الجاهلية، واجعلهم كما أحببت أمة واحدة، أمة واحدة ربهم واحد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارزقنا ما رزقت أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، حببنا إلى ما حببتهم، شوقنا فيما شوقتهم، رغبنا فيما رغبتهم، خوفنا مما خوفتهم. اللهم كن لنا كما كنت لهم، اللهم برحمتك اهدنا كما هديتهم، اللهم استخدمنا لدينك كما استخدمتهم، ولا تستبدلنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لوالدينا وللمسلمين أجمعين، واغفر اللهم إخوانا لنا سبقونا إلى الدار الآخرة، ارحمهم رحمة الأبرار، وأدخلهم جنتك يا رب العالمين، ونجهم من النار، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأحسن الختام لنا يا ذا الجلال والإكرام، وأحسن ختامنا في هذا الشهر الكريم، واختم لنا فيه بالحسنى، واجعل ثوابه رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم كما رزقتنا الفرح عند فطورنا، نسألك يا الله يا الله أن ترزقنا الفرح عند لقائك يا رب العالمين. فإنه بلغنا عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال للمؤمن فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك يا رب العالمين. اللهم إذا لقيناك يوم القيامة فانظر إلينا نظر الرحمة والرضا، ولا تجعلنا ممن الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اللهم لا تجعلنا ممن هم عن وجهك محجوبون، اللهم لا تجعلنا من الذين هم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم وفقنا ليلة القدر بصالح الأعمال يا رب العالمين، وتقبل منا ما وفقتنا من قيام وذكر لك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. واقض حاجة كل واحد منا، وأته سؤله فيما يرضيك عنه يا رب العالمين. أنت الغني الكريم ونحن الفقراء ذو الحاجات. يا الله اقض حوائجنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس الكافرين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، وأعده إلى حضيرة أهل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لضعفة المسلمين في كل بلد يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفة المسلمين المستضعفين في كل بلادك يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.